المؤتمر الصحفي اللي بنعقده النهارده والمفروض في ناس تانية جايه بس في السكه بس قلنا نبتدي عشان متاخرين شويه. ردا على حمله التشويه وحمله التشهير اللي بيديرها المجلس العسكري والاعلام الرسمي وبعض القوى السياسيه مؤخرا ضد الاشتراكيين الثوريين. هيبقى معانا بعض المتحدثين هيكلموا النهارده سواء من الحركه او زملاء لينا في العمل السياسي وفي العمل العام جايين عشان يطمنوا معانا. هنبدا اول كلمه هي كلمه الدكتور سامح نجيب زميلنا في حركه الاشتراكيين الثوريين. يعني واضح من اللي بيحصل في الايام اللي فاتت دي انه في حمله منظمه، حمله بيشارك فيها الجهاز الامني سواء الجيش مثلا او الشرطه، وبيشارك فيها جزء من الاعلام، وللاسف بيشارك فيها اخيرا قوى سياسيه زي الاخوان المسلمين. النهارده مش عارف اذا انت شفت ولا لا، في جورنال الحريه والعداله جريده الاخوان المسلمين فيها تحريض مباشر على الاشتراكيين الثوريين على ان هم بيدعوا للعنف والتخريب، وانه ده جزء من رؤيتهم السياسيه، وانه عايزين يستخدموا العنف والتخريب في الفتره اللي جايه. فواضح انه في حمله منظمه وفي تنسيق ما بين الجهات، مش في رايي مش لتشويه بس للشغيل سوين، لتشويه الثوره نفسها، لوقت الثوره نفسها، لوقت الثوره نفسها، بحيث انه يبقى فيه متهمين واتهامات جاهزه لو حصل اي مواجهات جديده في الفتره اللي جايه. هم بيدعوا الحمله دي هي ان احنا بندعو للعنف او بندعو لاستخدام العنف، وده ملوش اي اساس بالمره. احنا الاساليب اللي احنا بننتهكها هي الاضراب والاعتصام والتظاهر، ودي كلها اساليب سلميه. عمرنا ما دعينا لاي اسلوب اخر غير الثلاث اساليب دي للحرب. ده اول نقطه. العنف هم اللي بيستخدموه، العنف الجيش هو اللي بيستخدمه لفض الاعتصامات، الشرطه هي اللي بتستخدمه ضدنا. فان هم في وسط ما هم بيقتلوا المتظاهرين، في وسط ما هم بيسحلوا الناس، يتهمونا احنا بالعنف، دي حاجه بصراحه مضحكه جدا. النقطه الثانيه اللي هم ركزوا عليها ان احنا عايزين نهد الدوله، انه ودي نقطه طبعا هم بيلعبوا عليها بانهم بيشيلوها من سياق الكلام. احنا عايزين نهد الدوله، عايزين نهد دوله الفقر، دوله الاستبداد، دوله الاستغلال، ونبني على انقاضها دوله جديده، دوله العداله، دوله الكرامه. اي ثوره هي بيحصل فيها عمليه هدم واعاده بناء، هدم لاعاده بناء. الشعار الاساسي في الثوره المصريه كان الشعب يريد اسقاط النظام. النظام لم يسقط بعد، ده كل اللي احنا قلناه، النظام لم يسقط بعد، انه لسه في معارك كتير قدامنا عشان نعرف نسقط النظام، انه النظام النهارده ممثل في المجلس الاعلى للقوات المسلحه، ما تبقى من النظام قلب النظام هو المجلس الاعلى للقوات المسلحه. ده كلام لن نتراجع عنه، وده كلام الثوره المصريه نفسها من بدايتها. واي حد شارك في المظاهرات بتاعت امبارح في التحرير هيشوف ايه شعارات الثوره النهارده. الجزء الثالث حوالين الجيش، كلام كانه عن الجيش. لا، في الجيش ضباط وجنود شرفاء رفضوا يشاركوا في قمع المتظاهرين، رفضوا يشاركوا في ضرب الثوره المصريه وضرب الثوار. وفي على الجانب الاخر مجلس اعلى القوات المسلحه بيامر جنوده بانهم يرموا دواليب ورخام ويضربوا بالنار على المتظاهرين ويسحلوهم في الشوارع ويعروا البنات. لا، الجيش مش حاجه واحده. احنا عشان بنحترم الجيش المصري وعشان بنحترم جنود وضباط الجيش المصري، بنقول انه الجيش المصري فيه جانبين، في جانب من الشرفاء اكيد هيرفضوا حتى لو اتامروا، ده اكيد هيرفضوا اللي يعملوا اللي اتعمل خلال الاسابيع اللي فاتت دي، الوحشيه والقذاره اللي استخدمت ضد المتظاهرين في الاسبوعين الثلاثه اللي فاتوا دول. واحنا طبعا مع دول ومش مع اللي بيدوا الاوامر بالقتل. النقطه الاخيره انه لازم نفهم ان ده دايما
بيحصل في لحظات زي دي من الثورة. هم مرعوبين من 25 يناير، مرعوبين من الموجة الجاية من الثورة المصرية، مرعوبين من الإضرابات اللي جاية عشان الأزمة الاقتصادية وعشان عدم قدرتهم على إدارة الاقتصاد في المرحلة دي. هيتكاتفوا كلهم إخوان ومجلس عسكري ولا أخره عشان يحاولوا يوقفوا الثورة عند النقطة دي، ما يخلوهاش تتجاوز النقطة دي. إحنا مع استمرار الثورة، إحنا مع تعميق الثورة، إحنا مع تحويل الثورة لثورة اجتماعية، إحنا مع استمرار الثورة لغاية ما هتحقق المطالب اللي ابتدت بيها، العدالة الاجتماعية، الكرامة والحرية. للأسف لغاية دلوقتي إحنا محققناش أي من التلات حاجات دول، وبالتالي إحنا هنستمر في الثورة بالأساليب بتاعة الثورة، بالإضراب، بالاعتصام، بالتظاهر لغاية ما ننتصر. شكرا. يا ريت لو في صحفيين عندهم اسئله يجاوبوها دلوقتي. طيب في حد؟ طيب عرف نفسك. طيب والجريده من فضلك. انا اسمي فيكتور ناجي، صحفي من جمهور التحرير. انا بس عايز اسال سؤال، ليه يعني كل الحركات والقوى اللي اشتركت في الثوره بتحط نفسها في خانه اليك زي ما بيقولوا انها تبقى قمه ارتفاع؟ يعني اللي شارك واللي عمل في الثوره مش محتاج يدافع عن نفسه، اللي محتاج يدافع عن نفسه اللي بيحاول يجد الثوره. حاولوا ما تحطوش نفسكم في الخانه ديت وتطلعوا منها، وتحطوا اللي هم اصلا ضد الثوره في المكان ده. مش طيب اولا يعني هرد على اخر نقطه، اللي احنا مش في خانه، احنا مش في خانه الدفاع على الاطلاق، احنا في خانه الهجوم، احنا بنستعد للموجات اللي جايه من الثوره المصريه. بس لما تتعمل حمله تشهير محتاجين نرد عليها، لانه انت عارف تاثير الاعلام، وعارف هم بيستخدموا اجهزه الاعلام بانهي طريقه، وبالتالي من الضروري توضيح المواقف وتاكيدها، مش التراجع عنها ولا ان احنا نبقى في موقف دفاع. بالنسبه للموقف من الاسلاميين والليبراليين، الاسلاميين والليبراليين برنامجهم الاجتماعي الاقتصادي واحد، وهو استمرار الراسماليه كما هي، واستمرار سياسات السوق، واستمرار الليبراليه الجديده. كلهم بيتكلموا عن حريه السوق من ناحيه، والعداله الاجتماعيه من الناحيه الثانيه. مفيش عداله اجتماعيه مع حريه السوق، مفيش عداله اجتماعيه في ظل راسماليه. طبعا هم بيقولوا عداله اجتماعيه، هم يعني تخيلوا انتوا حزب هيقول ايه؟ ظلم مع الظلم الاجتماعي؟ محدش هيدافع عن الظلم الاجتماعي. اكيد اي حزب عايز يخاطب الجماهير بيقول عداله اجتماعيه، بس مش هيقدروا يحققوا اي نوع من العداله الاجتماعيه في ظل النظام الرأسمالي. الرأسمالي اللي ماسك سيجار في ايده، او الرأسمالي اللي ماسك سبحه في ايده، دول بالنسبه لنا حاجه واحده، اللي بدقن واللي من غير دقن، الاسلامي واللي مش اسلامي. اللي عايزين يطبقوا الرأسماليه في مصر عايزين يحافظوا على النظام كما هو في جوهره. في شويه تغييرات ديمقراطيه شكليه، برلمان يكاد يكون منزوع الصلاحيه هيبقى موجود، وقابلين ان هم يبقوا جزء منه وجزء من المسرحيه. ده بالنسبه لنا مش نهايه الثوره، ده بالنسبه لنا بدايه الثوره، خطوه. والجماهير هتكشف، هتكتشف من خبرتها مع الاسلاميين والليبراليين، مع التحالف الاسلامي الليبرالي اللي هيبقى حاكم مصر مع المجلس العسكري، قد ايه مفيش حاجه هتتغير، قد ايه نفس السياسات القديمه هي اللي هتبقى مطروحه. فاحنا مع ان احنا محتاجين نبني بديل معادي للرأسمالية نفسها، بديل بيطرح تجاوز الرأسمالية، بديل بيطرح فكره الاشتراكيه، بديل بيطرح فكره دور نوع جديد من الدوله بيخدم الجماهير كلها، ما بيخدمش طبقه واحده فعلا. في مصر 1000 عيله بيملكوا تقريبا كل حاجه في البلد، 1000 عيله من المليارديرات بيملكوا كل شيء في البلد. دول بيحميهم المجلس العسكري، وبيحميهم الاخوان والليبراليين. والخطوه الجايه من الثوره المصريه، المرحله الجايه من الثوره المصريه، مش هتنجح غير لما الثروه اللي في البلد يعاد توزيعها، غير لما تركيز الثروات في ايد الطبقه دي تنتزع منها.